ثالث مع السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال عن الذي يؤدي تكاليف الوالد إذا توفي وعليه صوم أو صلاة، هل هذا يختص بالولد الأكبر أو إذا توفي مثلا الولد الأكبر قبل الأب فيكون على الأكبر الذي يلي المتوفى، فكيف المسألة؟ الجواب، هذه المسألة مذكورة في كتاب عروة الوثقى، وهي محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال بأنه ينتقل التكليف إلى الأكبر بعد المتوفى، والبعض خصصوا ذلك بالمتوفى. وبالنسبة إلى هذه المسألة، ورد في الرواية أنه على الولد الأكبر، فهذا يرجع إلى الاستظهار من الرواية. السؤال سماحة السيد، بالنسبة إلى هذه المسألة، هل يتحد مسألة الحبوة ومسألة الأداء أو لا؟ الجواب، بالنسبة إلى الحبوة، هذا يختص بولد الأكبر. السؤال سماحة السيد المرجع، هل القواعد تقتضي عدم الانتقال أو بحسب القواعد ومن دون البحث الفني، القواعد ما هي مقتضى القواعد بهذه المسألة؟ الجواب، هنا نحن لابد علينا الرجوع إلى الأدلة. فبحسب الفتاوى اللي وردت في حواشي العروة، حتى بعضهم تعدى وقال بأنه لو لم يكن هناك ولد أكبر، الابن لم يكن هناك ابن أكبر، فعلى البنت أن تؤدي. هذا ذكره بعض المحشين. وأما بالنسبة إلى القواعد، الأصل هو عدم انتقال التكاليف من المتوفى إلى أولاده، فانتقال التكليف الصلاة والصوم اللي لم يؤديها الوالد إلى الأولاد، هذا هو أصله خلاف القواعد، ويرجع فيه إلى الرواية. الرواية يختلف الاستظهار، كيفية الاستظهار منها. المسلم هو أنه الولد الأكبر يؤدي هذه التكاليف. چند قول دیگه هست که بعضی حتی گفته به دختران و بعد میشه اونا واجب انجام بده. السؤال سماحة السيد المرجع، إذا جعل المكلف وصيا لنفسه للقيام بوصيته بعد الوفاة، وجعل أيضا الناظر على هذه الوصية كان على طريقة النظارة الاستصوابية، وهنا حصل الخلاف بينهما في كيفية إتيان الوصية وأداء الأمور المذكورة في الوصية، فما هو التكليف هنا؟ الجواب، هذا يرجع بكيفية الوصية. إذا كان الناظر هو المراد منه، هو المعنى الاصطلاحي أنه عليه أن يراقب كيفية أداء الوصية، وإن لم يؤدي الموصى الوصية بالطريقة المذكورة في الوصية، فهنا يقدم قول الناظر، فيقدم قوله لأنه أقوى من هذه الجهة. نعم، قد صرح بعضهم بأنه الناظر وإن كان أقوى، ولكن إذا حصل خلاف بين الناظر وبين الوصي، فهنا يرجعون إلى حاكم الشرعي. فالمسألة من حيث الفتوى محل خلاف بين الفقهاء. کردم اما بعضی تصریح کردند که نه ناظر ولو اقواس، اما اگه اختلاف شد بینش و بین وصی باید رجوع به حاکم شرع بشه.
از نظر فتوى محل خلافه. السؤال ما هو الوجه هنا في الرجوع للحاكم الشرعي؟ والظاهر من الحكمة من وراء جعل الناظر في هذه المسألة هو أنه يكون كلامه مقدما. الجواب هذه المسألة هو المجهور كما تفضلتم، وأن كلام الناظر هو اللي يكون نافذ في هذه المسألة. وبالنسبة إلى بعض الفقهاء، هؤلاء استظهروا بكيفية معينة، لأنه لم ترد هنا طبعا أدلة خاصة، استظهروا بأن هذا الخلاف يكون في كيفية تنفيذ الوصية، ففي موارد الخلافات لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فهذه من صغريات تلك المسألة، فلذلك أرجعوا إلى الحاكم الشرعي. فهذا الوجه في الخلاف الموجود في هذه المسألة. السؤال: سماحة السيد، إذا كان المكلف بالنسبة إلى صلاته كان يصلي صلاة المغرب متأخرا عن صلاة العشاء، كان يقدم ويصلي 4 ركعات بقصد صلاة المغرب، وكان يصلي 3 ركعات صلاة العشاء، وكانت صلاته بهذه الكيفية وكان جهله قصوريا، فما هو تكليفه؟ الجواب: هناك مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة ذكرها العلامة الحلي في كتبه بالنسبة إلى الذي كان يؤدي الصلاة قبل الوقت. فهنا قال بعضهم، وقد بين أيضا العلامة هذه المسألة، بأنه يصلي الصلاة قضاء مرة واحدة، مع أن مثلا جميع صلواته كانت قبل الوقت. وكذلك يمكن في هذه المسألة أن يقال بأنه الصلاة الأولى الرباعية التي صلاها كانت في غير محلها، والصلاة الثانية اللي أداها 3 ركعات فهي كانت صلاة المغرب حقيقة، وإن لم يؤدي ذلك فإن هذا يكون من الخطأ في التطبيق، فتكون الصلاة صحيحة. والصلاة اللي صلاها في اليوم التالي 4 ركعات هذه كانت صلاة عشاءه المقضية اليوم السابق، فكانت تامة. ومن الخطأ في التطبيق أنه كان ينويها المغرب. وكذلك الثلاثية التي أداها بعد ذلك تكون صلاته المغرب، فبناء على هذا تصح صلواته التي صلاها، وكلها يكون من باب الخطأ في التطبيق ولا يضر ذلك بصحة الصلاة، فيبقى عليه مجرد صلاة ثلاثية واحدة اللي هي كانت الأولى اللي لم يصليها، أو صلاة واحدة اللي يقضيها في مرة واحدة فقط. السؤال: سماحة السيد، هل يمكن إجراء قاعدة لا تعاد في مثل هذا المورد؟ الجواب: قاعدة لا تعاد تجري، ولكن هناك مستثنيات من قاعدة لا تعاد، ومنها النية، الخطأ في النية. إذا لم تكن الصلاة مع النية فهذه تكون لا تشمل قاعدة لا تعاد. وأيضا مسألة التقديم والتأخير هذه أيضا مؤثرة، فهذه من مستثنيات لا تعاد. السؤال: سماحة السيد المرجع، ورد في القرآن الكريم قد خلت سنن من قبلكم، هناك أبحاث حول السنن الأمم السابقة، ما هو المراد من السنن في هذه الآيات والروايات؟ الجواب: بالنسبة إلى كلمة السنة فهي بمعنى الطريقة التي كانت تعيش عليها هؤلاء الأمم، أو الكيفية اللي كان يعيشون بها. وأما هذا المعنى اللغوي وغير هذا المعنى، معنى كلمة السنة مختلفة في الروايات. أحد المعاني لهذه المفردة هو ما يكون مستحبا غير واجبا، ومعنى آخر هو أنه
ما كان حكمه في القرآن ولم يكون الحكم في الروايات. والظاهر من هذه الآيات القرآنية ليس المراد المعنى الاصطلاحي المتأخر، بل المراد هو المعنى اللغوي. فالمراد من السنة سنة الله في هذه الآيات مثلا هي دين الله أو الطريقة التي أمر الله بها الناس أن يلتزموا به. السؤال سماحة السيد ورد: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هل مثل هذه الآيات تدل على الثبات في القواعد الجارية على الأمم، وهل هذا يتنافي مع ما نشاهده من السقوط والثبوت للأمور للمدنيات اللي تحصل على وجه الأرض وهذه الأمم؟ الجواب: هذا الظاهر أنه لا يتنافى مع ذلك، ولو فرضنا أنه بعض الأمور في السنن الإلهية تغيرت أو تبدلت فهذا لا ينافي هذه الآية. مثلا لو كان بعض الأمور محللة عند المسيحية وتحللت أو حرمت بعد ذلك أو العكس، فهذا يكون من الاستثناء ولا يوجب أن يتبدل السنة الإلهية. السؤال: هل يمكن من تغيير في السنن التكوينية أو أنها ثابتة؟ الجواب: الطريقة العامة الإلهية ثبات السنة، ولكن هناك بعض الموارد من المستثنيات من التبديل في السنة الإلهية، مثلا حصول انشقاق في القمر كما ورد وانشق القمر، فهذا موارد استثناءات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه السنن. معناش اینه اون چیزایی که خدای عز و جل تکوینن یا تشریعن قرار داده یه استثناهایی براش قرار میده. چرا؟ چه اشکال داره؟ نه، ظلم استثنا نداره، قابل استثنا، خلاف عدله. السؤال: ما هو الفرق بين التبديل والتحويل في الآية المباركة ولا تجد لسنة الله تبديلا، الآية الأخرى لا تجد لسنة الله تحويلا؟ الجواب: التبديل والتحويل متقاربان من حيث المعنى. التبديل هو أن يكون الأمر بخلاف ما كان سابقا، والتحويل هو الاختلاف في بعض الشروط وبعض الكيفيات في الأمر. بله، بفرمایید. السؤال: بالنسبة سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى الصلوات التي مترتبة إحداها على الأخرى كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، إذا تبين بعد أداء الصلاة المترتبة الصلاة الثانية أن الصلاة المترتب عليها الأولى كانت باطلة، فما هو التكليف إذا كان مثلا صلاة الظهر قبل الوقت وبعد ذلك صلى العصر، فما هو الحكم؟ الجواب: بالنسبة إلى صلاتي الظهر والعصر، هنا قالوا بأنه لو أدى العصر بنية العصر وكان تكليفه الظهر فهذا يعد من الظهر فتكون تامة، عليه أن يقضي أو يؤدي إذا كان الذكر في الوقت أن يؤدي صلاة العصر. قد ورد أيضا في الرواية المعروفة رواية زرارة أن هذه قبل هذه، فهذه المسألة أيضا مذكورة في الكتاب العرب، بعض الجزئيات والتفاصيل الأكثر الكاملة مذكورة في مسائل الوقت في كتاب العروة الوثقة.
دیگه همین. السؤال هل يمكن هنا ما هو الوجه هنا في تصحيح الصلاة الثانية المترتبة أنه لم يؤدي الأولى؟ الجواب هذه المسألة من باب الخطأ في التطبيق كما بينا، وهذه المسألة تجري في خصوص صلاتي الظهر والعصر، وأيضا الدليل الخاص دل على صحة الصلاة اللي أداها عصرا. مثل همه در این دو تا دلیل خاص داره که اشکال نداره، اما اجماعی هم نی مسئله محل خلافه. بله بله بله، روایت خاص. حالا داخل و خارج وقت مواردش فرق میکنه، الان تفصیلش تو ذهنم نیست. بعضی جاها داخل و خارج فرق میکنه، بعضی جاها فرق نمیکنه. اگر به غیر قبله بوده، اگر یکی از اون پنج تای استثناء بوده، نه داخل و خارج وقت فرق نمی کنه. سلام علیکم. ای الله را شکر، ما کو فرق. الخلق مصدر فی کل صغرایات ظاهر هالشكل. سلام عليكم. السؤال سماحة السيد، بالنسبة إلى بعض التعابير اللي واردة في بعض الزيارات اللي لا تناسب بقية الروايات، هي تنافي موارد أخرى أو أدلة أخرى، فهل يمكن هنا أن يكون احتمال التحريف أو التصحيف في هذه التعبيرات؟ الجواب في موارد اللي يحصل التعارض بين بعض التعبيرات، وإن كان تعارض بين مقطع معين من رواية طويلة وبقية الروايات، فهنا هذا يرجع فيه إلى أدلة التكافؤ بين هذه. إذا كان أحيانا التعارض مستقر بينهما، أي كان الظاهر أحد الأدلة نفي دليل الآخر وظاهر دليل الآخر نفي الدليل الآخر، فهنا يتساقطان. تنافيه يعني ظاهر إن دليل نفيه أونه، ظاهر أون دليل نفيه إنه تساقط بيكون. السؤال سماحة السيد، ورد في زيارة الناحية مثلا أن الهاشميات ونشرنا الشعور ومثل هذه التعابير، هل هذا مخالف وغير تام أو كيف يكون ذلك؟ الجواب بالنسبة إلى هذه المسألة، وأنا قد بيّنتها سابقاً وأكثر من مرة، فالمراد من هذه التعبير ليس هو إبداء الشعر لغير المحرم، بل هذه كانت عادة مرسومة متداولة عند العرب، فإن النساء العرب كانوا يجعلون العقيصة على الشعر، وكان الشعر ملفوفا، فعندما كانت تسمع المرأة بالمصيبة، بمصيبة أحد أحبابها، فكانت تنشر الشعر بهذا المعنى، أن تفتح هذه الشعور، وهذا لا يدل على إبداء الشعر لغير المحرم، فهذا أيضا متداول عند العرب. اون نسخه هم تام نیست، گذشته از این که فاقدات شعور، حتی مثل حضرت زینب و اینا ممی. آخه این بله صورت، بله صورت ظاهر بوده، چون اشکال نداره. نه اما موی سر نه. نعم علیکم السلام و رحمت الله.
عدل يعني عدل، يعني وضع كل شيء في الوضع المناسب. يأمر يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، أما مو فيما له الخيار. يعني جنابك عندك فلوس تطي فقيرين يجون عندك، فد واحد تطي دينار واحد تطي دينارين، هذا ما يخالف، هذا مو عدل واجب، مو واجب عليك هذا العدل. أما فيما يجب، نعم يجب، إن الله يأمر بالعدل. ها في الموارد الواجبة، واجبات أكو وغير واجبات، في الواجبات والمحرمات يجب العدل بلا شك. اي هذا مثل الزواجات المتعددة. نعم شلون؟ اي هذا اكثر من مرة انا ذكرته. شوفوا الامام الحجة صلوات الله عليه اربعة سفراء عنده. السفير الاول قبل موته جت رسالة من الإمام عجل الله فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه أنه راح تموت، وصي بعدك فلان. السفير الثاني، السفير الثاني قبل لا يموت جت رسالة من الإمام عليه السلام راح تموت فلان يوم، وصي الثالث، السفير الثالث حسين بن روحي. حسين بن روحي من راد يموت جت رسالة بأنه راح تموت، وصي للسمري. هذا الوصي الرابع، النائب الرابع. النائب الرابع من راد يموت جت رسالة راح تموت ولا توصي لأحد بعد، وغيبة كبرى راح تصير، ألا فمن ادعى الرؤية فكذبوه. يعني الرؤية كسفير للإمام، يعني كسفير خامس، هذه قرينة ظاهرة في هذا المعنى. مو هذا اللي يقول شايف الإمام عليه السلام مثل سيد بحر العلوم أمثاله. بلي سيدنا في القرآن موجودة وللمطلقات متاع حق على المؤمنين، المتاع فلوس تطي. لو أكو غير شيء، لو زواج متعة لا، في الروايات أكو الفقهاء يذكروها وللمطلقات متاع بالمعروف. هذه بالرسالة عملية المسألة موجودة الآن، تفصيل المسألة مو ببالي أنا، شوفوا بالرسالة العملية. السؤال: سماحة السيد المرجع، بالنسبة للآية المباركة ورد لا إكراه في الدين، هل هذا يدل على عدم لزوم الالتزام بالقوانين الدينية أو لا؟ الجواب بالنسبة لهذه الآية المباركة، هذه تدل على عدم إكراه الناس على الدخول في أصل الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام بعد فتح مكة أو قبل ذلك، لم يكن هناك إكراه لقبول الإسلام. وهذا أيضا نظيره نجده في هذه الأيام بالنسبة إلى الدول، فإنه لا يجبرون أحد على دخول دولة معينة، ولكنه إذا دخل إلى الدولة فعليه أن يتبع قوانين التشريعية في الدولة، فبعد الدخول، ولكنه غير مجبر على الدخول في الدولة، ولكنه بعد الدخول يلتزم بما قننوه من التشريعات. فهكذا بالنسبة للإسلام، أصل قبول الإسلام هذا لا يكون بإكراه، ولكن بعد قبوله للإسلام فعليه أن يلتزم بالتشريعات الإلهية الإسلامية. فيض لبالي تقول بيض، لا إشكال. الله عز وجل من أسمائه الحسنى فياض، يفيض على عباده، على الأنبياء شكل، على المؤمنين شكل، على غير المؤمنين شكل. فيض من الله، هذا من أسماء الله الحسنى، إشكال ماكو. بالي السؤال: سماحة سيد، بالنسبة إلى إجراء الحد في هذه الأزمنة، هل هو تام أو لا؟ الجواب: إذا كانت الشروط متوفرة، الشروط المذكورة في كتب الوحي، فنعم، وإلا فلا، وفي هذه الأيام لا تتوفر هذه الشروط. السؤال: سماحة السيد، بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الخمس، فهل
يجوز له التصرف فيه أو يجعله في النذر وما شابه؟ الجواب بالنسبة إلى الخمس، أصحاب الخمس هم شركاء في هذا المبلغ، فليس لمن تعلق بماله الخمس النذر لصرفه في مورد معين، فبالنسبة للمبلغ الخمس يكون نذره باطل، وبالنسبة للبقية اللي كان من ضمن أمواله فيصح التصرف أو النذر اللي نذره. السؤال سماحة السيد، إذا قتل شخص وكان أصحاب الدم بينهم خلاف في كيفية التعامل مع القاتل، وعفى أحدهم وأمر الآخر بالقصاص وقال الثالث بأخذ الدية، فما هو يكون الحكم؟ الجواب في هذه المثل هذه المسألة، إذا تم القصاص فعلى الذي أراد القصاص عليه أن يعوض الدية للبقية. السؤال سماحة السيد، بالنسبة للآثار الوضعية التي تترتب على بعض الذنوب، فكيف يمكن التفصي من هذه الآثار؟ الجواب الاستغفار والتوبة يوجب أيضا انتفاء الآثار الوضعية إن شاء الله. نعم تفضل. الأثر الوضعي استغفار سوي إن شاء الله يرتفع إن شاء الله. بلي هذا تنزيل وتأويل شيئا، الإمامة تأويل ذاك التفسير أو التنزيل. نعم على كل هذا يختلف، كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده، شوف شنو يفتي يعمل عليه. نعم في القرآن أكو آيات، في الروايات أكو، أحيانا يباشر بواسطته، فالدعاء أكو اللي في الحديث الشريف أكو اللي يقرأ على الدعاء بعد الصلاة، الله يباشر قبض روحه، فالدعاء أكو مروي عن الأئمة اللي بعد الصلاة يقرأ على الدعاء ما يشوف لا عزرائيل لا غيره، أما في غيرهم لا، القرآن هو يقول توفته رسلنا، الله عز وجل بعض الأمور هو يباشرها بعض الأمور لا يباشرها غيره. بل السؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة للآية المباركة وجعل الإنسان خليفة على الأرض، ما هو المراد؟ هل الإنسان كل الناس خلفاء الله سبحانه وتعالى على الأرض؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الآية، جعلتهم خلائف على الأرض، هذه بمعنى من يكون على الأرض ولا يعم جميع البشر، بل هناك أفراد معينون وأفراد معينون خواص، هؤلاء اللي يصدق عليهم هذا العنوان. يعني جانشين. بله 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 نه خب بعضی روایت داره یا آیت شاید که انسان خلیفه است، انسان نه نه نیست، نه اون یه آیت یا روایته که انسان خلیفه خداست، وقت این سور نداره. بله در قضیه
وأما ما ورد بالنسبة إلى الآية المباركة وجعلكم مستخلفين، هذه الآية جعلكم مستخلفين بمعنى أنكم وما في أيديكم من الأموال والأراضي وغير ذلك، فأنتم ورث عن غيركم وبعدكم يأتي قوم آخر ويرثونكم، وهذا معنى المستخلفين في هذه الآية المباركة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.